بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هشوف برنامج حلو قوي لتنظيم الملفات في الويندوز. على سبيل المثال انا عندي هنا الدرايف ده مليان على الاخر، فبشغل البرنامج وين دير ستيت، بقول له شوف الفولدرات دي ابدأ ادرسها. هو بيعمل ايه؟ بيقول لي انت اكبر مساحه عندك موجوده في الفولدر الفلاني، تمام، والفولدر ده واخد مثلا مساحه 20 جيجا، فبتبدأ تشوف هل انت فعلا محتاجه ولا مش محتاجه، ولو هو عبء عليك ممكن تلغيه فتوفر مساحه، بدل ما انت عمال ترجع شويه فتلاقي نفسك لغيت حاجات كتير قوي ووفرت مثلا جيجا او 2 جيجا، بينما انت ممكن تلغي ملف واحد يوفر لك 20 جيجا. على سبيل المثال ممكن يكون عندك مثلا 10 افلام مساحتهم 5 جيجا، وفيلم واحد مساحته 7 جيجا، فانت عمال تلغي في الافلام التانية، بينما الفيلم دوت لو انت اتفرجت عليه ولغيته او لغيته من غير ما اتفرج عليه وفر لك مساحه كبيره جدا. ونفس الكلام ده في الكورسات، نفس الكلام ده في كل حاجه. تعال نطبق الموضوع دوت، تمام. يعني مثلا بتيجي تشوف كده بتلاقي مثلا في كورس مثلا واخد ايه 8 جيجا، تمام، الانجليزي مثلا واخد 7 جيجا، فممكن يكون في حاجه فيهم معينه واخد مساحه كبيره جدا وانت مش محتاجها. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن تلاقي في كورس مثلا انت خلاص مش شفته قبل كده ومش عايزه واخد مساحه كبيره جدا، بينما انت ممكن لو انت مش معاك الخريطه ديت تقعد تلغي في حاجات مساحتها بالكيلو بايت، فعمال تلغي ومش فايدك في حاجه، تمام. دي فكرة الموضوع دوت. ده احنا هنتكلم فيه في حياتنا العملية، تمام. في حياتنا العملية ممكن تكون انت عندك مشكلة في الوقت، يعني عندك مثلا التزامات عائلية وعندك التزامات بحاجة عايز تذاكرها وعندك التزامات في الشغل وعندك التزامات من الناحية الدينية وعندك التزامات كتير قوي، تمام. فانت عمال لازم توزن بالحاجات، لازم في حاجات تلغيها. فانت ممكن تعمل تلغي حاجات مهمة بينما في حاجة تانية بتاخد منك وقت كتير قوي وملهاش اي قيمة. بمعنى انت ممكن لما تحلل وقتك كده تلاقي مثلا ان انت مزنوق في الوقت، فتقول لي انا هقلل الوقت اللي بقعد مع العيله او الاولاد، او هقلل الوقت مثلا اللي انا بصرف فيه الرحم، بينما انت بتقعد كل يوم مثلا 3 ساعات قدام مسلسل تركي مثلا او مسلسل سوري، تمام. فسوري في الكلام هتلاقي وقتك بيضيع. طب ليه ما نظمش واعمل تحليل الوقت؟ يعني ممكن مثلا ايه اخد اسبوع كل يوم اكتب انا بقعد من الساعه كذا للساعه كذا بعمل كذا، من الساعه كذا للساعه كذا بعمل كذا. فممكن لما تحلل الكلام ده تفاجئ ان انت عندك مشكله في الوقت، تفاجئ ان انت في كام ساعه بيضيعوا بدون اي لازمه او مش هيفيدوك في مستقبلك او انت مش مستمتع بيهم. فتبدا تفكر طب انا ممكن الوقت ده بدل ما انا بعمل فيه كذا اعمل فيه كذا. طب ممكن الوقت ده اشارك فيه اولادي معايا في الحاجه دي بحيث ان احنا نستمتع واحنا بنعملها، تمام. يعني واحده مثلا بتعمل اكل، فطب ما ممكن تخلي الاولاد يشاركوا معايا في عمل الاكل بحيث هم مثلا ينظموا الحاجه فبعد وقت عائلي مع بعض. او مثلا الخروجات بدل ما انا بخرج مثلا بقعد مع فلان وفلان، لا انا ممكن اخرج مثلا مع العيله مثلا. ممكن في زيارات معينه مع فلان وفلان ما لهاش اي لازمه وبنقعد نغتاب الناس وسيات على الفاضي نلغيها، تمام. فتبدا تنظم الوقت بتاعك، يعني ده هيفيدك في المستقبل. انت وقتك دوت هيبنى عليك قيمه في المستقبل، فلازم تبقى عارف ايه اللي انت محتاجه في المستقبل وهيفيدك وايه اللي بتضيع الوقت، لان الوقت ده هتحاسب عليه يوم القيامه. السلام عليكم.